السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد، عدد سنتطرق فيه عفوا لكثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل أصقاع العالم. البداية بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. تأكد غياب الدولي الجزائري يوسف عطال عن لقاء فريقه نيس ضد باير ليفركوزن يوم غد الخميس في الدوري الأوروبي. عطال كان قد أصيب في لقاء سلافيا براغ التشيكي الأسبوع الماضي، وهي الإصابة التي غيبته عن لقاء ديجون الأخير في الدوري وعن تدريبة فريقه طيلة الأسبوع. الموقع الرسمي لنادي نيس أعلن غياب عطال وقال أنه يعاني من كدمة قوية على مستوى الفخذ، لكن من دون أن ينشر أي تحديثات حول وضعه وحول مدة الغياب أيضا. أتمنى أن يتواصل غياب عطال لأسبوع آخر على الأقل، وهذا لأجل تضييع لقاء الجولة المقبلة من الدوري الأوروبي ضد الصهاينة، لأن سفره إلى هناك لن يمر على خير. بالنسبة لبوداوي سيكون حاضرا في اللقاء اليوم في انتظار مشاركته من عدمها. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي عن مرشحه لجائزة أحسن لاعب من شمال إفريقيا في غرب آسيا. القائمة ضمت 8 أسماء عربية من بينهم 3 لاعبين جزائريين وهم بغداد بونجع لاعب السد، رايس بولحي حارس الاتفاق، وأيضا ياسين إبراهيمي لاعب الريان القطري، الذين قدموا مستويات كبيرة بحسب الاتحاد الآسيوي. باقي الأسماء الخمسة تمثلت في السليطي والمساكني من تونس حمد الله وبن عطية من المغرب، والمصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي. أحسن لاعب من شمال إفريقيا ينشط في غرب آسيا، جائزة غريبة حقا، لكن بالتوفيق على العموم للاعبنا. أدلى أسطورة الكرة العالمية والمدير التقني لنادي ميلان باولو مالديني بتصريحات لقناة دازن الإيطالية. ما يهمنا في حوار مالديني الجزء الذي تطرق فيه للاعب الخضر إسماعيل بن ناصر. مالديني طلب منه وصف بن ناصر وقال أنه اللاعب الذي يملك أقوى شخصية في الفريق. مالديني قال أنه يعتذر من بقية اللاعبين، لكن قوة شخصية بن ناصر لا تضاهى. بالحديث عن بن ناصر دائما، فقد كشف مدرب ميلان ستيفان بيولي اليوم الأربعاء في ندوته الصحفية عن تعافي الجزائري نهائيا. بيولي قال أن بن ناصر تدرب بشكل عادي والأمور معه مرت بسلام، وسيكون جاهزا للقاء سلتيك غدا الخميس في الدوري الأوروبي. وبالحديث عن لقاء سلتيك في الدوري الأوروبي، قالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبور الإيطالية أن إسماعيل لن يشارك فيه أساسيا لأنه يعاني بدنيا بعد غيابه لبضعة أيام عن التدريبات، والمدرب سيحتفظ به للقاء الدور الأهم ضد سامدوريا نهاية الأسبوع إن شاء الله. نبقى في إيطاليا ومع جديد غلام الآن، حيث سيكون الجزائري على موعد سهرة غد الخميس إن شاء الله مع لقاء مهم في الدوري الأوروبي ضد أزاد الكامار الهولندي. الكوريري ديلو سبور أعدت تقريرا عن غلام في عددها لنهار اليوم، حيث كشفت أنه سيكون أساسيا ضد الكامار بعد أن أبان عن قدرات بدنية كبيرة تفوق بها على زميله المغربي البرتغالي ماريو روي، إضافة طبعا لمستواه في لقاء الجولة الماضية ضد ريتشكا. الكوريري تساءلت هل عاد غلام الحقيقي، حيث قالت في معرض تقريرها أن بوادر عودة غلام الحقيقي بدأت تظهر، وفي حال حصل ذلك سيكون نابولي قد اكتسب سلاحا قويا من العدم. إن شاء الله مع تولي اللقاءات يعود غلام لمكانه ووضعه الطبيعي. بالحديث عن لقاءات الدوري الأوروبي، دائما نشير لعودة الدوري الجزائري إسحاق بالفضيل أخيرا. إسحاق كان قد أصيب بكورونا وغاب لأسبوعين وعاد يوم الأربعاء الماضي للتدريبات، لكن مدربه في هوفنهايم رأى أنه لم يكن جاهز للقاءين الأخيرين، لكن وبعد أن تدرب طيلة الأسبوع سيكون حاضرا في لقاء النجم الأحمر السربي صارة غد في انتظار مشاركته إن شاء الله. قالت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء أن إدارة بيزيكتاس التركي قررت وبشكل نهائي شراء عقد الدولي الجزائري رشيد غزال،
وهذا بعد المستويات الباهرة التي قدمها الجزائري منذ بداية الموسم. التقارير التركية قالت أن إدارة بيزيكتاس مقتنعة بما قدمه غزال لحد الآن، وترى أن شراءه سيكون مكسبا للفريق خاصة بعد تأقلمه السريع. الغريب فيما كشفت عنه الصحافة التركية أن عقد غزال لا يحوي أي بند أحقية الشراء، ما يعني أن إدارة ليستر سيتي هي من ستحدد سعر اللاعب، وتعمد كل الأندية خاصة الكبيرة على وضع بند شراء في عقود الإعارة، وهذا لحماية حقوقها عفوا. لكن بيزيكتاس حاليا يحذر غزال لفريقه الإنجليزي وحسب. بطل الأسبوع بامتياز، الدولي الجزائري نبيل بن طالب وضع بيانا على مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ووضع معها النقاط على الحروف. نبيل شكر بالماضي الفاف وبعض اللاعبين كما قال على دعمهم بعدما تعرض له من انتقادات عنصرية. بن طالب استغل أيضا الفرصة ليوجه هجومه مرة أخرى لإدارة نادي الشعك، حيث عاد ليؤكد أنه لم يقم بأي شيء يستحق العقوبة وكان محترفا دائما طيلة الفترة السابقة. لاعب شعك قال أنه لم يحصل حتى على تبرير لسبب عقوبته، وطلب منه فقط عدم التدرب مع الفريق من دون حتى اجتماع لتبيان الأسباب. الصحافة الألمانية اعتبرت تصريحات بن طالب الأخيرة هجوما صريحا على إدارة ناديه والتي باتت مطالبة بالرد. صحيفة كيكر وضعت ما سمي برد من طرف إدارة شاك وكان على لسان المدير الرياضي للنادي يوشين شنايدر. هذا الأخير أعلن بشكل رسمي نهاية مسيرة بن طالب مع النادي، وقال أن نبيل والنادي لا يتفقان وليس لهما أي نقاط مشتركة، وبما أن الأمر كذلك فرحيله سيكون أحسن، وعلى العموم سيرحل في الصيف. وينتهي عقد نبيل بن طالب مع الشاك في الصيف المقبل، لكن إدارة النادي ستحاول بيعه في جانفي. تصريحات يوشي شنايدر لها دلالة واحدة وواضحة، وهي أنك يا بن طالب مذنب لكننا لن نقول ما فعلت. يشار إلى أن مستشار اللاعب حدد الإدارة باللجوء للقضاء الرياضي لأنها عاقبت اللاعب من دون وجه حق، لكن إدارة الأزرق الملكي لم ترد أيضا. ختام أخبارنا لنهار اليوم بالتصريحات التي أدلى بها المتألق بقوة في الفترة الأخيرة يانيس رحماني. لاعب مالاغا عبر عن سعادته بالهدف الذي سجله يوم أمس في الدوري والذي قاد به فريقه للفوز على حساب فوينا لابرادا، وقال أنه أتى نتاج عمل كبير. رحمان استغل الفرصة أيضا ليشهد بالمدرب بيليسير وبزملائه اللاعبين ويؤكد رغبتهم في لعب الأدوار الأولى. إلى هنا تكون أخبار اليوم قد انتهت، نلتقي إن شاء الله في عدد جديد بداية من يوم غد. أود أن أشير في الأخير إلى أن مصادر كل الأخبار التي وردت في عدد اليوم ستجدونها أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ما عليكم سوى النزول إذا أردتم التعمق أكثر في أخبار اليوم. سلام.